بعد بداية الأزمة في سوريا ابتدى نزوح عدد كبير من السوريين للبلاد المختلفة. في سنة 2014 هيئة كير الدولية في مصر تقدمت بمشروع لإتاحة فرص تعلم جيدة للطلاب السوريين اللي تم استضافتهم في المدارس الحكومية المصرية. من المشروعات الرائدة اللي تعاونت فيها وزارة التربية والتعليم مع الخارجية الكندية ومع الثلاث هيئات. This project is a great example of how Canada has helped communities deal with the influx of Syrian refugees following the crisis that's been taking place in that country for many many years. الأنشطة دي معتمدة على تفاعل المصريين مع السوريين. يعني مثلا كان في لعبة الكنز المفقود وده كان فيها حاجات مرتبطة بالثقافة السورية لازم المصريين يوصلوا لها علشان يقدروا يوصلوا لنهاية الكنز والعكس صحيح. ده سواء الجمع ولي الأمر بقى مع ابنه ومدرسين كان بقى مع الأولاد فده برضو كان مثال. بص هنا كده مثلا دول أولاد سوريين ومصريين وديت كانوا بيغنوا دي الأغاني بتاعتهم. الفريق اللي بيشتغل معانا هم نفسهم جواهم حاجة اتغيرت، هم نفسهم فخورين باللي بيعملوه ويمكن ده يأثر في طريقة شغلهم بعد كده أو في رغبتهم في إن هم يبقوا جزء من أعمال تنموية بشكل مختلف. إزاي نقدر نطلع اللي جوه الشخص اللي قدامي خليه هو يطلعه بنفسه، هو يدور على الحاجة اللي جواه الحلوة ويطلعها. لما يجيني واحد من أولياء الأمور ويقول لي إن اللي أنتوا بتعملوه حاجة أهم كتير من المسرح وأهم كتير من الفن، أنتوا بتبنوا شخصية إنسان. الحياة اختبرناها وتعلمنا منها على كبر حاجات أنتوا بتغرزوها من مراحل مبكرة في الولاد دول. المشهد اللي إحنا بنعمله اللي إحنا بنختاره وإحنا كمان إحنا اللي بنخرج وإحنا اللي بنمثل وإحنا اللي بنعمل كل حاجة يا دوبك، بس المدربين بيعلمونا ازاي نقسم مجموعات وازاي نقول الصح من الغلط، وانا متاكده جدا ان المدربين واثقين فينا قوي. واحنا يعني دلوقتي بنتعاون ما بين السوري والمصري. بالظبط كده، لان كل واحد فينا جاي من ثقافه مختلفه عنده لغه مختلفه، فلازم نقعد مع بعض ونبتدي نعرف ازاي نتفاهم. ما تقولش الطلبه السوريين، عشان هم لما دخلوا مدارسنا ما بقاش في سوري وبقى فيش في مصري، هما كلهم ولادنا. وانت لو نزلت المدارس بصيت عليهم واتكلمت معاهم مش هتحس ان في فرق بين مصري وبين سوري. سوري او مصري قيمه واحده، ولد او بنت قيمه واحده. رب العالمين.